ابنتي موت المنذر أدمى قلوبنا، ولست ملومة مهما جزعت وتألمت، ولكن ألا تريدين أن تشاركيه في أجر جهاده؟ فاصبري، إن الله مع الصابرين. نار فقدان المنذر أحرقت قلبي يا أبتاه، أما النار التي شبت في كعبة بيت الله فقد أحرقت روحي، فأنا أذوب في لهيب النارين. اللهم عفوك، 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 اللهم عفوك. مات يزيد مهاجم بيت الله، مات، مات يزيد، مات يزيد مهاجم بيت الله، مات يزيد، مات يزيد مهاجم بيت الله، مات، لقد مات يزيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، مات يزيد. شكرا لله، 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 شكرا لله. السلام عليك يا أخي. ما بك يا جعفر؟ أراك فرحا، ما الأمر؟ يزيد الملعون مات. سبحان الله، سبحان الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنه الانتقام بسبب إهانة الكعبة. ما هذا الكلام؟ كي يصل الخبر من دمشق إلى مكة يستغرق الأمر 30 أو 40 يوما، إذن فالخليفة مات قبل 30 يوما تقريبا، والكعبة قد أحرقت ليلة البارحة، فما هي العلاقة بين الحادثتين؟ ومن ربط بين الحادثتين؟ قد أشاعوا أن موت الخليفة من معجزات الكعبة، أما سمعت؟ وهذا أيضا من خداع آل الزبير، وقد ساعدهم القدر ليشيع أن موت الخليفة من إعجاز الكعبة ليرعب جيش الشام. هناك علاقة ما بين موت يزيد وأحراق الكعبة. وأي علاقة مثلا؟ هل تتذكراني بعد الهجوم على مدفن النبي كيف أصيب مسلم بن عقبة بمرض مشكوك فمات؟ هل تتذكراني ذلك جيدا؟ ولكن ما أكثر العبر وأقل المعتبر، فذلك المرض كان سهما غيبيا جزاء على هتك حرمة مدفن الرسول. وما أدرانا، لعل الله قد أصاب الاثنين، أصاب الخليفة وأصاب قائد جيشه بسهمين غيبيين. اطمئن يا أخي، لا عليك، سوف نربح المعركة بإذن الله. أنا لا أفهم، ما هي العلاقة بين موت الخليفة وإحراق الكعبة؟ هل قد اعترفت بحمقك؟ كان الخليفة ذاهبا للصيد فطارد ظبيا وقد أطال طرادها فكب به الجواد، وبقيت قدم الخليفة عالقة في الركاب فسحبه الجواد على الأرض وراح رأسه يصطدم بالأحجار حتى مات. لكنني سمعت رواية أخرى. وماذا سمعت؟ سمعت أن الخليفة قد أصيب بداء الاستسقاء، فكان كلما شرب ماء ازداد عطشا، وهكذا يا صديقي كان يشرب والعطش يزداد حتى تفجر. وهل صدقت ذلك؟ كيف يتفجر إنسان من كثرة شرب الماء؟ لا يمكن ذلك. لا لا يمكن، فأنت لو ملأت قربة ماء وأضفت إليها كمية أخرى هل تنفجر؟ طبعا لا، سيراق ما زاد على حجمها على الأرض. إذن فرواية الصيد في موت الخليفة أصح. في الحقيقة لقد أصبنا بالدوار، لا يعلم المرء ماذا عليه أن يصدق، فالبعض يعتقد أن موت الخليفة من إعجاز الكعبة. أيعقل هذا؟
وهذا أقرب للعقل. أحقا ما تقول؟ الحسين بن نمير لا دين ولا إيمان له، والحقيقة أن النار التي أشعلها في الكعبة قد وقعت في وجود الخليفة يزيد. التوبة، التوبة. ونحن، هل يصيبنا هذا الغضب الإلهي كما أصاب الخليفة؟ لماذا لا يصيبنا؟ ألسنا نحن أصحاب الفيل يا رجل؟ نعم نحن أصحاب الفيل، وبعد أبرهة جيش أبرهة. كل ما جرى بأوامر من القادة والأمراء وما ينزل من بلاء فهو على رؤوسهم. أما أنا فسألتجئ إلى الكعبة وألثم أحجار جدرانها وسأغسلها بدموع الندم حتى يغفر لي. إن على الأمة قد فقدت والدها، إن على الأمة قد تيتمت، إن على الأمة قد فقدت والدها. بتقديرك ما الذي سيفعله ابن نمير؟ لا أعلم، ولكن علينا أن ننتظر حتى يصحو من دهشة الخبر. إذا كان قائدنا ذكيا يكف عن حصار الكعبة وينسحب إلى الشام. من الموت، قد اصطاد الخليفة في عنفواء شبابه فأبقى المسلمين غارقين في الحرب. من كان منكم مع استمرار الحرب فليقم. الموت اصطاد الخليفة في عنفواء شبابه وأبقى المسلمين في عزاء. الموت اصطاد الخليفة في اجلسا في الله يعلم أنني أكثر تعطشا من الخليفة إلى إراقة دم أبناء الزبير، ولكن ماذا أفعل؟ هذا حال مقاتلينا. للأسف من كل 10 رجال هناك 2 موافقان على الحرب، فالحرب ليست لصالحنا أبدا. خسرناها بشيء من الخرافات. يزيد مات قبل 1 وكلنا سوف نموت. تعددت الأسباب والموت واحد. لم يمت يزيد بسهم غيبي ولا بمعجزة، فأنا لو كان لي سيف يطال أعناق الخرافات لما خضعت لمتاركة الحرب. لبيك اللهم لبيك. بموت يزيد اجتاحت البلاد الإسلامية موجة من الاضطرابات، لكن الكوفة كان لها حصة الأسد من ذلك الوهج الصاخب، لأن الكوفيين كانوا يرون أنفسهم أكثر المسلمين تأثيرا وتقصيرا في واقعة كربلاء، وعلى ذلك كانوا يلومون أنفسهم ويؤنبونها. يقول التاريخ إن ابن زياد في تلك الأيام كان في البصرة، فكان غيابه فرصة مؤاتية لمعارضي يزيد ليدخلوا الميدان جهارا نهارا. وكان موالي أهل البيت المعروف سليمان بن سرد الخزاعي الذي كان قد أطلق على نفسه لقب التواب على رأس تلك المعارضة، وقد رفع راية المعارضة ضد الأمويين. يا معشر الكوفيين، أيها التوابون المقرون بذنوبهم النادمون على نقض عهودهم وخذلان سبط نبيهم، والله والله لو بقيتم مدى أعماركم تبكون دما على غربة الحسين المظلوم الشهيد في صحراء نينوى لما كفرتم عن خطاياكم. ألا فاعلموا أن خذلان نور عين سيد المرسلين وصبت النبي الأمين لمعصية عظمى، ولن نستطيع أن نغسل تلك المعصية إلا بدمائنا. وهذه فتوى هذا الشيخ العجوز كسير القلب سليمان، ارتدى كفن الجهاد عازما على القتال، فمن يرد نصرته فليتوكل على الله.
هذا يومك يا عمر، أريد أن أسمع منك خطبة غراء. ارق المنبر مباشرة واحسم الأمر. وإذا ظهر ابن زياد فجأة؟ اسمعني يا عزيز عمر، ابن زياد لن يبرح البصرة، خدعه يزيد بوعوده فجاء الكوفة مكرها، ثم إنه الآن في البصرة، وسنثبت أقدامنا قبل وصوله الكوفة، وسنسد الطرق في وجهه. أتظن أن أوضاع الكوفة أصبحت فوضى إلى الحد الذي يبيعنا الكوفيون دون أن يتعرض لنا أحد؟ إن كنت خائفا فأنا أتقدم. نسيت من أنت؟ فلو كان لي ما لديك لرأيتني الآن على عرش الخلافة بعد موتي يزيد مباشرة. فلا تتريث، وإلا طارت الكوفة، فمحبو أهل البيت سيسيطرون عليها. أخشى أن لا ننجح، وبعدها لن يبقى لنا بقية ماء وجه. ماذا؟ عن أي ماء وجه تتحدث؟ أنا وأنت يا عمر في واقعة كربلاء أصبحنا معا أشهر من الفرس الأبلق، فقد بلغ السيل الزبا والغريق لا يخشى المطر، فألقي دلوك بين الدلاء وقد نصيب الهدف. وسوف نجعل الري عاصمة دولة آل أبي وقاص. السلام عليك أيها الشهيد، أيها الشهيد، وابن الشهيد، وابن الشهيد، ورعى الله، ورعى الله. السلام عليك، السلام عليك. تباً لكم أيها القوم، أبقتل الإمام تفاخرون؟ وها أنتم قادمون لترفعوا قاتليه على أيديكم كي يتربعوا على عرش تقيمونه على دماء الأبرياء والشهداء؟ أيتها المرأة، هنا بيت الله وليس مكان لقلقة. استحي من هؤلاء الرجال، لا تجهري بصوتك بين غير المحارم. رجال؟ وأين هم؟ نحن لا نرى رجالاً كي نستحي منهم، فلو كان هناك رجال لما دخلت النساء الميدان. هؤلاء قتلة سبط النبي يريدون أن يتسلطوا على الكوفة. فيا نساء الكوفة، تقدمنا وقاتلنا ليمر هؤلاء القتلة على أشلائكن، فلم يبق في الكوفة من يحميها، فجاءت الكلاب والخنازير تريد الجلوس على منبر بيت الله فيها. تقدمنا لنريهم أن النساء أشد رجولة من رجالها. إخوتي، ماذا أقول؟ وقد اسود وجهي. هل أقول كنت جاهلا للحقيقة؟
هل أقول لكم لم أسمع نداء؟ هل من ناصر ينصرني؟ ماذا أقول أيضا؟ هل أقول يا إخوتي كنت رهين المحبس في الكوفة؟ فلم أستطع اللحاق بركب الإمام الحسين بن علي، فلا عذر مقبول أبدا. كنت غافلا غافلا متكاسلا ومتخاذلا، كما كنت ضعيفا فاستغل الشيطان ضعفي وحبي حب السلام فأضلني وحرفني عن المسير في قافلتي، قافلة الحب والسعادة. ليت أبا إسحاق في الكوفة الآن. ما الذي يقلقك يا كيان؟ أخشى أن تخمد هذه النار مرة أخرى. ألا تتذكر ماذا جرى على مسلم بن عقيل؟ هؤلاء القوم كشجرة يابسة في النار، تشب نارها وسرعان ما يخبو لهبها. فلو كان أبو إسحاق في الكوفة لزادها اشتعالا. أهلا وسهلا يا أبا إسحاق، كيف حالك؟ الحمد لله يا سيدي. إذا أسعفتني الذاكرة كنت قد رأيتك قبل عام، أليس كذلك؟ شكرا لأنك تذكرتنا يا أبا إسحاق. لو كان في وسعي يا سيدي لكنت زرتكم في كل يوم ولجلوت قلبي، ولكن للأسف لقد أحاطني آل الزبير بشبكة من عيونهم يراقبونني في كل خطوة في إيابي وذهابي، والليلة كانوا منشغلين بما هو أهم، فاغتنمت الفرصة كي أحظى بزيارتكم. عجبا عجبا، ألست في بيعة آل الزبير؟ وقد سمعت أنك حاربت في صفهم يا مختار محاربة باهرة. أنا لم أبايع آل الزبير يا سيدي، بل عقدت معهم صفقة، والله يعلم أن أمنيتي أن أطالب بدم الإمام الحسين. حسين حسين حسين، اسم الحسين اسمه يعني الغربة ويعني المظلومية، يعني الوحدة. الوحدة الوحدة. لقد شاءت مشيئة الله أن أصاب بالفلج في حرب صفين، وألا أشارك أخي الإمام الحسين في محنته في نينوى. ليتني لم أكن مفلوجا، لكنت وقفت إلى جانب أخي قمر بني هاشم العباس لأقدم روحي فداء لأخي الإمام الحسين. يا إلهي، لقد شاءت مشيئتك أن أبقى حيا لأرى هذه المصيبة، فمد بعمري يا أرحم الراحمين كي أرى بعيني قصاصة قتلت الإمام الحسين على يد انتقامك. إن موت يزيد بشارة على استجابة هذا الدعاء. أقسم بالله ألا يرى أشقياء صحراء نينوى والأمن والأمان أبدا، وإن يوم الوعيد لقريب. Thank you.
أراك أتيت مرتديا لأمة حربك، هل أتيت للقتال؟ بسم الله. إنه أجمل لباس للرجال المقاتلين، ولو ارتديت غير هذا الزي لما كان يليق بهذا المجلس. لا بد من أنه مصعب بن الزبير، أليس كذلك؟ أجل، هو مصعب، إنه أخي. كم كنت أتشوق لقتال فارس الحجاز الذي شاع صيته في البلاد. الوقت لم يتأخر. لا يا مصعب، تأخر الوقت. المقاتل بحاجة إلى أمل ودليل ليقاتل جيدا. أملي قد دفن في الثرى، أما بالنسبة لأملك فها هو إلى جانبك. كان ينبغي أن يكون الله أملك ودليلك لا يزيد. أي إله يا شيخ؟ الإله الذي أنت تعبده أم إله يزيد؟ ما معنى إلهي أنا وإله يزيد؟ هذا شرك ظاهر، والله واحد أيها المشرك. أجل يا شيخ، أنا أؤمن بأن الله واحد، هو الله الحاضر الغائب من لا يدرك بالبصر، بل هو يدرك بالبصيرة يا شيخ، العالم بكل شيء، وهو أيضا الله المحيط بكل شيء. ولكن أنا وأنت في عداد البشر، كلانا له يدان ورجلان، وله عينان وأذنان، وله فم واحد. أنت تأكل وأنا كذلك، أنت تشرب وأنا أيضا، أنت ترى وأنا أستطيع أن أرى، أنت تسمع وأنا كذلك. ولكن هل من شبه ما بيننا؟ هل طبعك كطبعي؟ تقبل الحقيقة، فربي قد لا يكون شبيها بربك وإن كنا متفقين على صفاته. هذه الفلسفة من تعاليم يزيد بن معاوية، وطبقا لهذا الاعتقاد يكون الله بعدد أفراد الخلق، وكل واحد يستطيع أن يدعي أن ربه الذي يعبده على حق ولا غير. وهذه هي الجاهلية بذاتها، عهد عبادة الأصنام. مع كل هذا الفارق أن الأصنام التي تعبد هذه المرة ليست من حجر أو من طين أو من خشب أو من ذهب، وبناء على هذه الفلسفة تكون الأصنام في هذه المرة لا ترى بالإله الواحد. نعوذ بالله، هذا إنكار للتوحيد. أجئت تتحدث عن الحرب أم للمجادلة عن الله؟ ما هي أخبار الحرب يا مختار؟ بعد موت يزيد قد أصيب الشاميون برعب خفي، وأظن أن المرحلة القادمة هي مرحلة الصلح، لأن آل الزبير عازمون على أخذ بيعة الشاميين لترفع الحرب أوزارها. ألا قاتل الله هذه الفرقة المنافقة؟ إذن ما هو تكليف الدماء التي سفكت في المدينة؟ وماذا أيضا عن انتهاك حرمة الكعبة؟ حب هؤلاء الكذابين لم يكن للشريعة أبدا، بل للحكومة والسلطان، وصداقتهم لآل الإمام علي كانت رياء، وأنا لا أشك أنهم سيفوقون اليزيديين في عدائهم لآل الإمام علي. أنا في حيرة من تصاريف الزمان يا مختار، لا أصدق ما يقوم به عبد الله وإخوانه أبناء الزبير بن العوام، ذلك الصحابي الجليل الذي جاهد إلى جانب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وسيفه الذي ورثه أبناؤه الذين يفاخرون ويتاجرون به، ما هو إلا شاهد على مجاهداته العظيمة. لكن أبناءه لا سيما عبد الله لا يسعون لحفظ حسن سمعة أبيهم. أما يزيد فقد مات، فما أنتم فاعلون الآن؟ نحن مستعدون أن نبايعك،
شرط أن تأتي معنا إلى الشام وأن تزيح معاوية بن يزيد الذي جلس مكان أبيه عن الخلافة لتجلس مكانه. لماذا علي أن أذهب إلى الشام؟ لا نستطيع أن نبقى في الحجاز، فمبايعتنا لك تجعل معاوية الثاني غاضبا علينا ولن نستطيع الرجوع إلى الشام. هناك حل يمكنكم أن تنظروا فيه. وما هو هذا الحل برأيك؟ نترك الحرب وأن تسمح لنا بحج العمرة ثم نعود إلى الشام. تحجون حج العمرة؟ أتريدون أن تطوفوا حول بيت أضرمتم فيه النار؟ أجل، فذلك الإحراق له حكمة ولهذا الطواف حكمته. فإن أردتم أنا على استعداد لشرح هاتين الحكمتين. لا يا ابن نمير، لا، لقد تمتعنا بما فيه الكفاية من إفاضتكم السابقة. أما عن اقتراحكم الأول، أي أن نذهب معكم إلى الشام، فنحن معتصمون في الكعبة ولسنا على استعداد لترك بيت الله بأي وجه من الوجوه. أما فيما يتعلق بترك المخاصمة فعلينا أن ندرسها. تعلمون أنكم قد أدميتم قلوب المسلمين بمهاجمتكم الكعبة، فأثرتم حماسهم وهيجتم غضبهم، ولعلي لن أستطيع أن أمنع ثورتهم ضدكم فأكون مرغما على قتال الذين انتهكوا حرمة بيت الله أو أن أقتص منهم. ما كنت أظن أن ذلك الحيوان يعرف التعقل والتدبر. كنت أخاله وحشا مفترسا هائجا مكشرا عن أنيابه بعيدا عن العقل والتفكر. أرأيته كيف كان يحوك الفلسفة ويلوكها؟ نعم، لكنه قد تساقط ريشه وهو مرعوب. لابد أن يرتاع، لابد أن يخاف يا مصعب. هو الآن على رأس جيش يحس أفراده بالندم ويرون أنفسهم أن الحكام قد غرروا بهم وخدعوهم وساقوهم إلى الضلال. ولو أصر ابن نمير على متابعة القتال سوف يثورون عليه جميعا ويقطعونه إربا إربا. ليتك أذنت له بأن يتحدث عن حكمة إحراق الكعبة وطوافه في حج العمرة. كنت أود أن أعرف كيف يفسر ذلك التناقض. لا يا مصعب، لا، هؤلاء أهل سفسطة ومغالطة مثل يزيد بن معاوية. يزيد كان شاعرا، وطبع بعض الشعراء غالبا ما يكون ميالا للشك، وفي شعرهم كثير من معاني الشرك. الحمد لله، لقد اطمأن قلبي من خطر جيش الشام. والآن دعنا نفكر في فتح العراق. مصالح؟ ومن؟ نصالح من؟ نصالح الذين أضرموا النار في الكعبة وهتكوا حرمتها؟ كيف نستطيع أن نصالح أولئك الكفر المجرمين؟ أقول وبلا مجاملة ولا تطويل للكلام، ألا لعن الله من يفكر بالاستشارة والمشاورة ومداولة الأمور مع من يسمون بالمعتمدين والمجربين. يا ابن عامر، كانت دائما حكومة معاوية المستبدة المتجبرة موضع شبهة بالنسبة إلي، لكنني الآن عرفت أنه كان على حق وأسلوبه صحيحا.
ألا رحمة الله عليه وسقيا لترابه؟ قوم مثلنا لا يصلحون للمشورة. هذه الأساليب تليق بقوم مثل الرومان أهل العقل والحجة الذين كانوا يعرفون حدودهم وماذا يريدون. أما نحن فكل من اعتمدنا عليه قد أصبح فاسدا ومسوسا، ولهذا الأمر منذ الغد أريد أن أسير على سيرة معاوية بن أبي سفيان. هل أنتم معارضون؟ لماذا أنت غاضب أيها المبجل؟ نحن الذين كان ينبغي أن نغضب من أمر ترك القتال مع الشاميين من دون أن تستشيرونا. ألم أقل لكم؟ تفضلوا. هذا هو معنى أشفق من الأم. هكذا إذن يا أيها المحترم، غضبك هذا ليس في محله. ما نقوله نحن هو حكم من أحكام الشريعة، هو الجهاد ضد أولئك الكفار الذين اقتحموا الحرم الإلهي الآمن فأضرموا فيه النار، وتريد أن تعقد معهم المصالحة؟ هل هكذا كان عهدنا يا ابن الزبير؟ قل شيئا يا مختار. عهدنا كان دائما الاتكال على الله الواحد القهار يا شيخ، وفي الحال لا أنت تفهم ربي ولا أنا أفهم ربك. ربك يصر على أن تقوم أنت بالاقتصاص من عبيده الذين هتكوا حرمة بيته، لكن ربي أنا يريد أن يعاقبهم هو على ما اقترفوه من جريمة، وقد قبض روح عامل الهجوم على الكعبة. أما أنا فإنني أميل إلى حلاوة الصلح أكثر من مرارة القتال. أقسم بقبلتي إنك شيطان، الشيطان يتنفس في وجودك، وحربك مع يزيد لم تكن من أجل الدين، بل كانت من أجل طموحك في السلطان. اعلموا أن سيف جيش الله كان ضد الأمويين والعلويين، ومنذ اليوم سيكون ضد ثلاث فرق. إن آل الزبير كفار ودمهم مباح. هيا. عجوز وغد. هؤلاء الجماعة لا يريدون أن يفهموا شيئا. هناك شيء اسمه العقل، وما أبعد هذه الجماعة عن العقل والتدبر. لا يعرفون غير العنف، يريدون أن يسوقوا الأمور بقوة العصا فتستعصي عليهم. هذا الوغد لا يعرف شيئا من الشريعة غير اسمها. ليتهم طعموا ديانتهم بشيء من الحكمة والعقل والمعرفة، لما لاقوا ما لاقوه من المصائب وعدم فهم الأمور كما هي. اللهم اقطع جذورهم. ليت علي بن أبي طالب قد قطع نسلهم في حرب النهروان. ماذا نفعل يا أبا إسحاق؟ مع من؟ مع هذه الأمور المضطربة، مع جيش الشام، مع هؤلاء الخوارج المتعنتين. في هذا الموقف لا أستطيع أن أقول شيئا، علي أن أفكر. حسنا، لا بأس، فكر يا مختار، فكر جيدا. اللهم زد وبارك في نعمتك على صاحبي هذا البيت. آمين.
مصعب، غدا اذهب إلى البصرة وخذ البيعة من أهل تلك الديار يا أخي. وماذا عن الكوفة وأهلها؟ إن للكوفة مدعيا عاتيا عنيدا، وعلينا أن نزيحه عن طريقنا بلطائف الحيل يا مصعب. لكنك وعدت المختار بالحكم على العراق، والبصرة من العراق، فإذا عرف المختار أنك نقضت العهد سينقض البيعة وسيثور ضدنا. أنت ذاهب للبصرة ليس لأخذ البيعة، أنت ذاهب لتتفقد أملاك أبينا، وستشجع الناس على مبايعتنا بشكل خفي وغير ملموس. ولكن يا أخي، المختار على حد قولك هو عنيد جبار وخطير أيضا، وقد اكتسب في الحجاز صيتا ومكانة، وأنا أخشى كثيرا أن أتركك وحدك والمختار يحوم حولك. لذا انتبه جيدا من المختار يا أخي. مصعب اذهب وفكر بالبصرة، أما أخوك فهو يعرف كيف يخرج من بطن الحوت. لا عليك. مختار، الشيخ نجدة بن عامر، كيف الأحوال؟ لا تسأل، فأنا في أسوأ حال، في أسوأ حال. أين أنت يا مختار؟ منذ البارحة وأنا أبحث عنك في أرجاء مكة والمعسكرات. لعله خير. لنذهب إلى خلوة ونتحدث يا مختار. عن أي أمر؟ عن هذه الأوضاع الجارية. سنتكلم عن صلح ابن نمير مع ابن الزبير. عفوا يا ابن عامر، الحديث مع ناقضي البيعة وفي مثل هذه الخلوة يعني الدسيسة والمؤامرة على الخليفة، وأنا في هذه الحال لا أنوي نقض البيعة أبدا. هل تخاف؟ ألا أخاف؟ لا، أنت اليوم تتمتع بقوة عالية، والكثير من الحجازيين قد آمنوا بك يا مختار، فلماذا لا تكون جبة الخلافة على هذا القوام؟ والله يا مختار أنت أجدر من ابن الزبير بالخلافة. لا تزرع بذور التفرقة يا شيخ، إنها معصية. لماذا تتحامق هكذا يا مختار؟ ابن الزبير رجل ناقض للعهد وخوان، فما إن يصل إلى مراده سيركلك ويطردك. تعال ننتهز الفرصة ونبادر إلى الثورة، فأنت أولى بارتداء جبة الخلافة. أنت على خطأ يا رجل، فها هو ابن الزبير قد ارتدى الجبة. وإن ارتداها فسوف ننزعها عنه. أنا لا أستطيع أن أتحد مع قوم فلقوا هامة الإمام علي وهم يفاخرون بفعلتهم. إذن كيف اتحدت معنا في حرب مكة؟ ذلك الاتحاد لم يكن اتحاد المختار، كان اتحاد الخوارج مع ابن زبير، ولم أكن إلا وسيطا. أنا حائر تماما، قضية علي قد انتهت، هل سترددونها إلى يوم القيامة لتفرقوا ما بين الأمة؟ أقسم لك بما تؤمن به، اتحادنا اليوم لصالح جميع المسلمين كي ينهضوا ضد أبناء الزبير المخادعين. أتريد أن أبوح لك بسر لتعرف خطة ابن الزبير ضد الهاشميين؟ أي خطة؟ يريد ابن الزبير أن يجمع الهاشميين في واد لكي يحرقهم جميعا في النار، انتقاما منهم على حد قوله على واقعة الجمل وما جرى فيها. ممن سمعت هذا؟ سمعته منه، من لسانه وبأذني الصغيتين، كان حينها مختليا بأخيه مصعب، وكنت أسترق السمع. يا رب اغفر لي. وكان يتحدث عن كل أمانيه، كان يقول لأخيه مصعب إن إحدى أمنياتي أن أجمع حطما كثيرا لأقيم محرقة للهاشميين جميعا. حذار يا مختار، حذاري من هذه الجماعة الناكثة للعهد. في رأيي المتواضع ألا نحرص
على إشعال الحرب، لا سيما في مكة والكعبة، فإنهما من حرمات الله والحرب فيهما حرام. اللهم إلا في حالة الدفاع عن النفس. وابن نمير في ضيق من كثرة جيشه وقلة المؤونة، وطلب منا أن نجيبه على اقتراحه، فماذا نفعل؟ قل لي يا أبا إسحاق. وماذا أقول؟ قل لنا ما هو رأيك، أنت موافق على المصالحة؟ إن أولئك الشاميين وكما تعلم قد أراقوا دماء المسلمين الأبرياء واعتدوا على أعراض الناس في مدينة النبي، وكذلك أولئك الذين هتكوا حرمة بيت الله الحرام، يجب الاقتصاص منهم، من أمثال الحسين بن نمير، وأيضا الذين كانوا سواعد يزيد، جرائمهم لا تقل عن جرائمه، أفلا ينبغي الاقتصاص منهم؟ كيف نميز الشاميين المجرمين من الشاميين غير المجرمين يا مختار؟ أما ابن نمير فجرمه واضح وقصاصه معلوم، ولكن قل لي ماذا عن الآخرين وفقا لقولكم؟ كل من قذف حجرا على الكعبة من هؤلاء مجرم، كيف نستطيع أن نعرف ذلك المجرم؟ أنا لم أقل يا ابن الزبير إنه علينا أن نحاكم كل الشاميين واحدا واحدا، لأننا مهما حاولنا ومهما جهدنا قد ينجو منهم جماعة من حكم القصاص ولن ينجو من حكم الله. أما إذا كنا في خصام مع كل الشاميين فمنذ اليوم سيكون خصمنا هو الحسين بن نمير الذي قد ظهرت جرائمه واضحة للعيان. حسنا، غدا سينادي المنادي إن الشاميين في أمان ما عدا ابن النمير الذي هو المسبب في هتك حرمة الكعبة، فمن يأتي إلينا فهو آمن، ومن يذهب إلى ابن نمير فهو ضدنا. يا حضرة الخليفة، ابن نمير الآن في موقع الضعف حضرة الخليفة، والتعامل معه بعنف قد يسيء لسمعة حكم الخليفة، وقد سلمنا أنه مجرم فطريا عاقبوه، أجروا في حقه حكم القصاص، ولكن بالسياسة لا بالعنف، كي لا ينظر الناس إلى حكومتكم بعين الرعب والخوف، وكي لا يتفرق من حولكم عاملوا المجرمين بلين ومرونة، وسيقع الخلاف بين الشاميين فيسلمون المجرمين للاقتصاص منهم. أحسنت يا عبد الله، أحسنت، بارك الله فيك، بوركت، هذا أفضل الحلول والآراء، الأفضل حقا. حسنا، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ اسمحوا لي أن أذكر لكم حكاية عجيبة عن اعتقادات الشاميين، لا بأس بأن تسمعوها. في هجومهم على مدينة النبي كان القائد هو مسلم بن عقبة، وبعد موته استلم القيادة الحسين بن نمير. أما مسلم بن عقبة بعد أن قتل أهل المدينة واعتدى بجيوشه على أرواحهم وأعراضهم قد مرض ونام في الفراش، وفي مرضه أوصى وصية عجيبة. ابن عقبة عند موته كان قد قال: كل ما قمت به كان في سبيل الله وطلب مرضاتي. أعيد قولته العجيبة: كل ما قمت به كان في سبيل الله وطلب مرضاته، وأقسم بالله إنني لم أفعل شيئا طيلة حياتي أفضل من قتل أهل المدينة، وبهذا العمل أطلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. الله أكبر، ها
حقا هذا ما قاله؟ أجل، أنتم تقابلون هذا الصنف من الناس. ما داموا على هذه المعتقدات ولم تعلموهم حقائق الدين والتمييز بين الحق والباطل ولم تغيروا نظرتهم إلى الشريعة، طبعا من المستحيل أنكم تستطيعون السيطرة عليهم بسهولة مطلقة. وهذه الفرصة السانحة التي تهيأت لكم بفضل بركات الكعبة ينبغي أن تغتنموها لتنفذوا إلى قلوب الشاميين. الكعبة أحرقت؟ ليحتدي هؤلاء؟ إذن لا تضيع معجزة الكعبة بأفعال غير ناضجة ومستعجلة. الهاشميون أناس مغرورون ومتكبرون. أنا لا أريد أن أذكر اسم الرسول الكريم هنا، لأنني لا أريد أن يرفع هؤلاء رؤوسهم زهوا وفخرا وغرورا لقرابتهم برسول الله. إن الله قد سخط على هذه الجماعة بسخطه على أبي لهب، فهذه العصا من هذه العصي، فجزاء هذه الطائفة الموت، وأنا أرجو من الله الأجر على عمل الخير هذا، والله يجزي من يشاء بغير حساب. بأي ذنب يريدون أن يحرقوك يا مختار؟ ذنبي أني محب لآل الإمام علي. فمن الذي يطالب بثأر أخي الإمام الحسين المظلوم؟ المختار يحترق ليزداد عطشا، المختار يحترق ليبعث من جديد، المختار يحترق ليطهر.